بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة جنوس سوكر عربي. اليوم سنشاهد كيف سنقوم بتشغيل لعبة Pro Evolution Soccer 6 عبر برنامج واين على زوج عدتين. أولا سنقوم بتثبيت البرنامج وهو واين وواين 32 بيت عبر الأمر التالي Install Wine and Wine 32 أثبت لدي من قبل. ولدي لعبة Pro Evolution Soccer 6 محمولة منذ فترة طويلة محمولة يعني لا أحتاج لتثبيتها ولا أحتاج إلى إكراك أو سيريال فقط أقوم بالتشغيل مباشرة. أولا أقوم بفتح الترمينال في مجلد اللعبة ثم أفتح Rig Edit REGEDIT وهو البرنامج الذي يقوم بتحميل ملف السيتر. نقوم بتحميله عبر ريجستري ثم انترول ريجستري ثم نختار سيتر دوت ريج اوبن. هذا هو هذا الملف نقوم باختياره ثم نضغط اوبن. بعدها نقوم ب فتح الطرفية في المجلد نفسه نفس الطرفية التي قمنا بفتح ريجيديت بها ثم نقوم بكتابة واين ليشتغل برنامج عبر واين ثم سيتنج لإعدادات اللاعب عبر عصا اللاعب أو الكايبورد لوحة المفاتيح. أنا لدي عصا لاعب أقوم بإعدادها لإعداد في الضغط على الزر والضغط على الزر المناسب مقابل له في عصا اللاعب لتقوم بإعدادها بشكل صحيح. نضغط OK. نقوم بإعداد أيضا الريزوليشن أبعاد الشاشة ثم الآن نقوم بفتح اللعبة عبر واين base6.hd ثم تفتح اللعبة كما تشاهدون هي تعمل بشكل جيد جدا وستلاحظون الآن طريقة اللعب. أقوم بفتحها أحيانا عندما أشتاق إلى هذه اللعبة هي المفضلة لدي بين جميع النسخ حتى الآن. كما تشاهدون هي تعمل بثلاثة كبيرة دون أي مشاكل مع العلم أن العتاد أو الحاسوب لدي هو جد متواضع ليس بأي إعدادات كبيرة. رام 4 جيجا بروس 2 جيجا هذا كل ما في الأمر يعني الجرافيك عادي أنتل. كما تلاحظون لمن يريد لعب لعبة كرة القدم المشهورة في 06 فهذه تفيد الغرض. سأضع لكم روابط التحميل أسفل الفيديو إن شاء الله. اخترت تونس وتركيا فقط هذا ما خطر في بالي في أثناء الاختيار لكن لا يهم. المهم أن اللعبة تعمل بشكل سلس وبشكل يجعل الشخص من يود لعب هذه اللعبة ويشتكي من أنها غير لا يمكن لعبها على عندما تكون لينكس فها هو الآن يمكن أن يلعبها بدون أي مشاكل. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد راقكم. شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.